إذا يبقى المنتخب العراقي يسوق الرافدين الآن في لحظة نيل المدريات الذهبية ثم رفع الكأس في نسختها الأولى طبعا. المنتخب العراقي بقيادة جلال حسن حارس المرمى إذا الذي قدم الكثير في هذه المباراة وحتى في المباريات الماضية يصعد على منصة التتويج ويصافح رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والحديث يأتي كذلك بشكل ودي ما بين الحارس ورئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان إبراهيم الخليفة وكذلك الشيخ سلمان غادر كبديل في الشوط الثاني. وأتى الحديث يمكن الحديث يدور عن بعض النقاط التي حدثت في ملعب المباراة وعليها طبعا يأتي الحديث الجانبي الحديث سيبقى في الأذهان بالنسبة لهذا الشباب الطلاب مع الدوري لما قصر على الإخطاء سقط مرتين مصابا وفي الثالثة قد خلص بالدوري. قدم أداء رائع وجميل جلال المدرية الذهبية إذا في هذا المساء الكأس كذلك كما شاهدنا خدم كذلك اللاعب مصطفى الجاري وما قصر على الإخطاء أيضا أمجد خلق كذلك برغام اسماعيل مهند ذكر صاحب الهدف حكيم شاكر يوزع قبل هو مع كابتن المنتخب العراقي احمد ابراهيم لحظه للتاريخ لحظه لن توزع على الاطراف حكيم شاكر اجتهد ووصل في النهايه حكيم شاكر كان هو حكيم بالاسم فيستاهل صفة الحكيم ليكون بذلك الحكيم حكيم شاكر الذي تفوق في النهاية ونجح بالإصرار والعزيمة والشعور بأن هؤلاء هم الأبناء هؤلاء اللاعبون هم الأبناء. وفي النهاية ما استغرب لما أشوفه يعني في لحظات يحتضن اللاعبين يتحدث معهم كأن حديث الأب للابن لحظات والله ما تدري يصعب على لسان التعليق أو الحديث حتى عنه لحظات لا توصف لحظات تشاهد وترى. تحية تأتي كذلك إلى علي قاسم أمثال اللاعب الذي دخل بديلا كذلك في الشوط الثاني كذلك علي فايز عطية اللي بدخوله نفذ خطأ وضربة حرة سددها بقوة أبعدها أحمد الحربي في رأي حارس المرمى السعودي. شاهد جواد كذلك لاعب المنتخب العراقي تلقى الميدالية الذهبية والذهب يذهب للفريق الذهبي في النهاية المنتخب العراقي. شاهد اللاعب مهند كرار اللي سجل اليوم هدف هو هدف ذهبي لأنه هو الهدف الوحيد الذي من خلاله توج المنتخب العراقي والمنتخب العراقي في مسيرته وصولا إلى هذا الدور في الأربع مباريات الأخيرة كان يفوز فقط بهدف دون رد كذلك أحمد جبار اللاعب الذي دخل هو الآخر البديل الثالث والأخير يدخل لتلقي الميدالية الذهبية. مروان العجيلي كذلك غادر المباراة وخرج كتبتين في الحديث الجانبي مع حكم مع رئيس الاتحاد الآسيوي يسأله شكله عن أحد من قرايبه أحد من جماعته بيجوز حديث مثل هذه اللحظات يعني فرصة للحديث فيها وهذه اللحظات والله لن تنسى على الإطلاق. بقي الآن وصول رئيس أو المدير الفني مدرب المنتخب العراقي حكيم شاكر أخيرا الحكيم حكيم شاكر في منصات التتويج يأتي إذا هذه هي الابتسامة وهذه هي الفرحة كأنه يقول أخيرا والله لحظة لن تنسى على الإطلاق بالنسبة للحكيم حكيم شاكر وحديث أعتقد ليتنا نقدر نسمعه أعتقد الصورة
أبلغ من أني أتكلم. يعني ليتني أعرف كابتن حكيم شاكر مع رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان إبراهيم الخليفة في هذا الحديث، هل هو عن هذه البطولة، عن هذه الأسماء، حتى رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم في الحديث كذلك حاليا. والميدالية الذهبية تقدم للرجل الذهبي، للحكيم حكيم شاكر، كابتن المنتخب العراقي أحمد إبراهيم. ذكر جيدا الحديث عندما كان يقدم حارس المرمى قبل هذا اللقاء لسعادة الشيخ سلمان إبراهيم، سيد سلمان إبراهيم الخليفة. كان حارس دفاع طويل وحارس المرمى طويل وغيسير، وكان في حديث جميل طبعا. ولم تبقى إلا اللحظة الأخيرة، لحظة رفع كأس البطولة مع كابتن المنتخب العراقي أحمد إبراهيم. تواجد اللاعبين والأسماء إلى البطولة الكأس الأمم الآسيوية لمدون 22 سنة في نسختها الأولى. تعال يا حكيم، تعال يا حكيم، أنت من تستحق أن ترفع هذه الكأس، أنت من تستحق أن ترفع الكأس. نعم يرفعها الحكيم حكيم شاكر وكابتن المنتخب العراقي أحمد إبراهيم. والفرحة العارمة، الفرحة الكبيرة، فرحة تختلط فيها دموع الفرح، تختلط فيها المشاعر، تختلط كذلك فيها الأحاسيس. لحظة أكيد كبيرة. أتمنى طبعا أن يعود الاستقرار والسلام والأمان والطمأنينة إلى الشعب العراقي من جديد، تعود عاصمة الرشيد كما عهدناها طوال التاريخ، يعود عصرها الذهبي، تعود أيامها الجميلة، تعود ذكرانا وذكراها بشعرائها، بأمانها، بأخلاق شعبها، برجالها، بإنجازاتها. في هذه المناسبة نقول يا رب إن شاء الله تعود الأمور وتعود العراق مرة أخرى حرة أبية إن شاء الله تعالى، وأن يعود الاستقرار من جديد. هذه رسالة يقدمها لاعبو كرة القدم بأن روح الجماعة والتعاون يثمر على الإنجاز. ها هو الإنجاز يأتي بأبناء المدرب الحكيم بالفعل حكيم شاكر الذي يحتفل بهذه المناسبة بأول نسخة من بطولة كأس الأمم الآسيوية لمدون 22 سنة. إذن الأعزاء مشاهدي بي إن سبورتس الرياضية، سأعود إذن بالصوت والصورة إلى الزميل أحمد خليل، لكن هناك تساؤل أطرحه على الزميل أحمد خليل والزملاء عن كيف سيستطيع أن يتعايش اللاعب عبد الفتاح عسيري بعد أن أضاع ركلة الجزاء، كيف يتعايش فيها، كيف بتمر هذه الليلة عليه؟ كلمة لك زميلي أحمد خليل. إذن فعلا زميلي الأحداث